بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن أصغر الحشرات في العالم. مثل ما تلاحظون هذه الصورة عرضها موقع خاص بالحشرات. يبلغ طول هذه الحشرة فقط 2 مليمتر، أي أنها بالكاد يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وعلى الرغم من صغر هذه الحشرة لأنها تتمتع بنظام كامل يساعدها الاستمرار في حياتها، فهي تملك دماغا فيه آلاف الخلايا العصبية، وفيه نظام للتنفس ونظام للتكاثر ونظام للتفكير واتخاذ القرارات. ويعجب العلماء أن من دقة صناعة هذه الحشرات. ونقول كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمين في ضلال مبين. سورة لقمان آية 11، والله أعلم.